هذا اللقاء ديال اليوم هو أول لقاء حضوري من نوعه بعد تأسيس المكتب الوطني النقابة الوطني لأطور مدة في التعاون الوطني. وأولا نتلقاو من أجل صلة الرحم فيما بيننا، خاصة بعد التغييب ديال اللي تغييب اللقاءات الحضورية اللي فرضته علينا التدابير الوقائية من جائحة كورونا. وكنتلقاو اليوم باش نحاولوا نعملوا لنعمل على ترتيب يعني الخطوات ولا بلورة خطة عمل لسنة 2022. وهذه الخطة فيها غالبا الشق المتعلق الشق التنظيمي وايضا الشق ديال الاقتراح اللي ممكن باش يعني نجسدوا تلك النقابة المبادرة، لا سيما ان البرامج ديال التعاون الوطني هي برامج كثيرة وكثيرة، وبالتالي خص النقابة يكون عندها اراء يكون عندها مواقف بخصوص البرامج الاجتماعية اللي كيتعمل مؤسسة التعاون الوطني على تنزيلها على ارض الواقع. تغيير ديال المدراء ديال التعاون الوطني، بطبيعة الحال كاينه حكومة جديدة وعلى رأسها وزيرة جديدة، وهنا الانتماء السياسي عنده دور ديالو من جهة، ومدير السابق كان ينتمي إلى هيئة سياسية اللي هي العدالة والتنمية، جاء هاد الوزيرة الجديدة هي وزيرة ديال حزب الاستقلال، وبالتالي ربما ايضا حتى على مستوى الاداء ديال المدير ديال التعاون الوطني قد تكون السيده الوزيره ارتأت ان الاداء ديال مدير التعاون الوطني لا يرقى الى ما تطمح اليه، خاصه وانها ايضا قد تكون قد بنت الموقف ديالها على تغيير المدير ديال التعاون الوطني بناء على لقاءات ديالها اللي جمعتها مع العديد من النقابات العامله بالقطاع والمؤسسه ديال التعاون الوطني. متطلبات ديال التعاون الوطني، المطالب ديال التعاون الوطني هي كثيره وكثيره جدا، لانه الموظفين ديال التعاون الوطني ظلوا على امتداد تاريخ ديال هذه المؤسسه يعانون الحيف، كيعانون الحيف والظلم وعدم تسويه الاوضاع الماديه والاجتماعيه ديالهم. فهناك العديد من الموظفين وديال الاطر اللي افنوا عمر ديالهم وافنوا زهرات ديال الشباب ديالهم، لكنهم ظلوا يعني دائما يعني لم ينصافوا. وهناك المشكل الكبير اللي كنعانيو منه الموظفين الاطر ديال التعاون الوطني وهي ما يسمى بالاقدميه المكتسبه، الناس اللي قضوا سنوات ولكن لم تتم ترقيتهم وفق ما هو يعني موضوع في الانظمه الاساسيه ديال التعاون الوطني، وبالتالي لابد من العمل وبدل والنضال من اجل انصاف هذه الفئه ديال الناس اللي عانيوا من الاقدميه المكتسبه. كاين المشكل ايضا مشكل ديال التسويه ديال حملات الشواهد داخل القطاع، كاين المشاكل ديال النزاهه في تدبير النزاهه في تدبير الامتحانات الكفاءه المهنيه وفي الترقيه بالاختيار. هذه مواضيع اللي هي كتدفعنا ايضا باش نناضلوا ونكافحوا باش تكون النزاهه ويكون تكافؤ الفرص. ايضا كاين مشكل ديال الاعتماد ديال الزبونيه والمحسوبيه في اسناد المسؤوليات داخل القطاع، وهذا اللي كنشتغلوا من اجله باش نحاولوا على الاقل نحد من هذا الحيف ومن هذا تكافؤ الفرص ما بين ايضا من اجل التهيئ للتصورات اللي جا بها النموذج التنموي الجديد. ايضا المشكل الكبير والاساسي جدا اللي غنناضلوا عليه هو نظام بلورة نظام اساسي يتماشى ويتلائم مع الخدمات الاجتماعيه اللي كيقدمها التعاون الوطني. كاين موضوع اخر ايضا الذي يؤرقنا كنقابه وطنيه لاطر مده في التعاون الوطني هو الموضوع المتعلق بجمعيه الاعمال الاجتماعيه التي نامل ان ترقى الى مؤسسه للاعمال الاجتماعيه خاصه بـ 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 بالقطاع، وما يمكن الا نطمح خيرا مع تواجد هاد السيدة الوزيرة الجديدة. وشكرا.